من جهته أعلن مجلس محافظة نينوى تسليم دفعة جديدة من مبالغ المتضررين خلال عملية التحرير في الموصل. وقال بشار الكيكي رئيس مجلس نينوى أن لجنة التعويضات بدأت بتوزيع مبالغ مالية لنحو 200 عائلة متضررة بالعمليات العسكرية، وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على توزيع وجبة إضافية لعوائل متضررة أخرى مطلع شهر آب المقبل.